السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معاكم محمد نور الدين. اترددت كتير قوي قبل ما أعمل الفيديو ده، لذلك لقيتني اتأخرت جدا، وكمان كان في تصفيات آسيا كنت بعمل عنها فيديو والإنترنت عندي بطيء شوية. دلوقتي اتلعبت اليوم مباراة تركيا أمام إيطاليا، أول مباراة في يورو 2020، طبعا في المجموعة الأولى. طبعا احنا عندنا 6 مجموعات، للي ما شافش الفيديو قبل كده يشوفوا اللي أنا هسيبه في نهاية الفيديو ده بإذن الله تعالى، اللي هو نظام البطولة عامل ازاي ودور المجموعات والكلام ده كله، عشان الفيديو ده هحاول اخلصه بسرعة. اتلعبت النهاردة أول مباراة، فبالتالي ما عندناش غير مباراة واحدة، فمفيش ترتيب كبير، هو مباراة واحدة بس اللي اتلعبت. هقول لك نتيجة المباراة وترتيب الهدافين وترتيب المجموعات، أو يعني لسه مفيش حاجة، أي حاجة واضحة، علشان كده أصلا كنت متردد إن أنا أعمل فيديو. متابعين الكرام، اليوم إيطاليا فازت على تركيا 3-0، أحرز هدف إيطاليا ميريح ديميرال، هدف مرمى بيلعب لتركيا في الدقيقة 53، الهدف الثاني عن طريق تشيرو موبيلي، لا طبعا كان لاعب لاتسيو، مش عارف آخر حاجة كان فين، بس أعتقد كان لسه في لاتسيو يعني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. في الدقيقة 66 يحرز الهدف الثاني لإيطاليا، ولورينزو إنسيني في الدقيقة 79 وبيلعب في الدوري الإيطالي أيضا، لورينزو إنسيني في الدقيقة 79 يحرز الهدف الثالث. خلينا نشوف ترتيب المجموعات. متابعينا الكرام، طبعا كل منتخب هيلعب 3 مباريات فقط بالنسبة للمجموعات الستة يعني. ايطاليا دلوقتي متصدرة المجموعة في المركز الأول ب3 نقاط، وتركيا في نهاية المجموعة في المركز الأخير بدون نقاط، لسه ويلز ما لعبتش أمام سويسرا، وباقي المجموعات زي ما أنت عارف دنمارك وبلجيكا وفنلندا وروسيا دول في المجموعة التانية، النمسا هولندا أوكرانيا شمال مقدونيا المجموعة التالتة، إنجلترا واسكتلندا وكرواتيا والتشيك في المجموعة الرابعة، وبولندا وأسبانيا والسويد وسلوفاكيا في المجموعة الخامسة، والمجموعة الأخيرة المجر وفرنسا والبرتغال وألمانيا، المجموعة المود بصراحة يعني مجموعة جامدة جدا. خليني أقول لك مين اللي هيلعب بكرة، عندنا 3 مباريات غدا بإذن الله تعالى أقول لك عليهم، بعد كده نتعرف على ترتيب الهدفين وأقفل الفيديو كفاية كده يعني. بكرة بإذن الله عندنا ويلز أمام سويسرا، الدنمارك أمام فنلندا، وبلجيكا أمام روسيا. ويلز وسويسرا الساعة 3 عصر من توقيت مصر، والقناة النقالية بين سبورتس ماكس 1 هم معلق المباراة حسن العيدروس. الدنمارك وفنلندا 6 مساء بتوقيت مصر، اللي هي 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهنا 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الدنمارك أمام فنلندا، القناة النقلة بين سبورتس ماكس 1 ومعلق المباراة جواد بدة. بلجيكا أمام روسيا الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة النقلة بين سبورتس ماكس 1 ومعلق المباراة يوسف سيف. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين اللي هم اللي أحرزوا أصلا الأهداف اليوم، هم 3 لاعبين، شيرو موبيلي لاعب إيطاليا، ولورينزو إنسيني لاعب إيطاليا، الهدف الثالث هدف مرمى طبعا بالنسبة لتركيا. بس كده اشترك في القناه وفعل زر الجرس عملاق الفيديو، وبعتذر لو الناس ضايقتها ان انا عملت فيديو يعني عن مباراه واحده. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى غدا بعد مباريات يورو 2020. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.